طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مع آخر نقطة معايا هنا في الموضوع، دي اي بي سيك فيرتشوال تانل انترفيس. يعني ايه فيرتشوال تانل انترفيس وايه الحدوتة دي؟ تعال نشوف بيقول ايه. بيقول لي دي اي بي سيك فيرتشوال تانل انترفيس از ا تانل، عبارة عن تانل وير the payload is directly encapsulated in ESP without the need of another transport header. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي ان ال virtual tunnel هو عبارة عن tunnel عادي، بس ال payload بتاع الداتا بدل ما بيتحط له another header زي ال GRE header، لا ده ال payload نفسه اللي هو سواء ICMP TCP UDP معرفش ايه، قال لي البيلود ده بيخش دايركت على الاي اس بي بيلود او اي اس بي بروتوكول بدون ما ادخل عليه ايه الاي بي هيدر بتاع التانل نفسه. هلا استاذ، هلا ايه هو القصد هنا بكلمه البيلود؟ دلوقتي لو الراجل ده بيبنج حد هنا، البنج ده اللي طالع من هنا رايح لهنا، ده هو البيلود اللي هو الداتا نفسها اللي هتخش جوه التانل ما بين ده وده. يعني وظيفة التانل ان هو ينقل البيلود او الداتا دي من هنا لهنا، فهمت؟ ده اسمه البيلود. تمام. لما كنت بتعمل تانل كان المود الطبيعي بتاعه باي ديفولت على رواتر سيسكو المود التانل جي ار اي. قال لي لا، هنا هيبقى المود بتاع التانل مش جي ار اي، هيبقى اي بي سيك اي بي في 4 او اي بي في 6. قال لي طب ولما يبقى مود التانل اي بي اي بي سيك اي بي في 4 هيحصل ايه؟ قال لي ان البيلود نفسه هيقوم داخل على الاي اس بي بروتوكول اللي هو مسؤول عن التشفير والانكريبشن والدنيا دي كلها ما بين الاند بوينت. طب هو ايه برضو الجديد؟ قال لي مش هيضيف الهيدر بتاع مين، مش هيضيف الهيدر بتاع التانل بالتانل اي بي ادرس اللي موجود. خليني افتح لك الكونفيجريشن ونشوفها كده عملي. انا دلوقتي عندي تانل، التانل ده ليه اي بي ادرس من ناحيتين، راوتر 1 وراوتر 47. لما يبقى التانل مود اي بي سيك اي بي في 4 قال لي ده مش هيبقى موجود هنا، ده مش هيخش معايا. عشان كده لما تيجي تقول له في الايك فيس 2 التانل بتاع المود هنا لازم يبقى تانل. طب انا مش فاهم ايه، يعني ايه دخل ده باللي انت بتقوله فوق؟ هقول لك، بما ان الراجل ده او المود ده ما بيضيفش ترانسبورت، ما بيضيفش الاديشنال هيدر ده على البيلود، الداتا مش هتوصل. طب هو لازم اجبر الايك فيس 2 اللي هو الاي بي سيك هنا ان يبقى المود تانل ويدخل لي الهيدر ده. عشان يعني كانك يعني هلا كانك يعني عم تعمل له كستاتيك في تي اي، يعني كستاتيك يعني عم بتدخل له الاي بي كستاتيك. ولذلك حتى لو غيرت دي في الكونفيجريشن من تانل لترانسبورت هتلاقيها الراوتر بيحولها اوتوماتيك لتانل. فهمت؟ هوريك ليه تانل عشان يدخل الهيدر ده.
لان ده ما بيدخلش معايا الباي ديفولت ده في الـ في الـ في البيلود. طيب خلينا نقرا النوتس تاني ونشوف. يبقى هنا بيقول لي the tunnel the payload is directly encapsulated in ESP without the need of another transport header. ال VTI وال virtual tunnel interface behaves very similar, بيتعامل زي ال GRE tunnel بالظبط, ما عدا ان ال encapsulation overhead بتقل 24 بايت اللي هي ال IP address اللي ما بياخدهمش في حسبانه اللي هو بيشيلهم بيتفاداهم, عشان كده محتاج التانل مود عشان ارجعهم تاني. طيب وبعدين جربي اوفر بيسك اوكي دي انكاب دي كونفيجريشن اوف دي في تي اي از ايدنتيكال تو دي جي ار اي اوفر اي بي سيك تانل وذ كريبتو ماب وذ دي كريبتو اي بي سيك بروفايل اكسبت مع ذا دي تانل مود از سيت تو اي بي سيك IPsec IPv4 or IPv6 وده اللي احنا شايفينه هنا هيبقى IPv4 tunnel mode هيبقى IPv4 او IPv6. الفيز 1 negotiation happens to the same manner, مش هيحصل فيها حاجة. الايسا كامب اللي هي الفيز 1 ما زيها نفس اللي انت شفته بتعمله كل مرة, مفيش جديد. The difference هنا is that the phase 2 the proxy identity proxy ACL what would normally be configured as a proxy ACL are automatically negotiated as IP any. هنا لو رحت تاني انت ما عندكش كريبتو ACL هنا, خلاص بتتعامل على انها ايه permit any اي حاجة في اي حاجة. Only this reduces the number of the IPsec security associations that are needed to maintain the tunnel and adds the scalability to control plan. يعني بتخلي الكنترول بلان اوسع, بتخلي مفيش limitation, بتدعم عملية الراوتينج. The IPsec transform set must run in the tunnel mode. اهو لازم يبقى موجود في الايه في التانل مود. هنا المود يبقى ايه تانل, ما ينفعش يبقى ترانسبورت. الراوتر نفسه اصلا مش هياخدها منه. Because there is no other transport header such as the GRE that adds additional encapsulation. وبما اني مفيش GRE header انا محتاج ان tunnel mode يجبر البيلود انه يضيف GRE header عشان الراوتينج يشتغل, الريتشابيليتي تبقى موجوده. انا كاتبها لك هنا, بقول لك ايه, بقول لك even if you change the mode to transport under the crypto IPsec it won't apply in the configuration, it will be mode tunnel. خلينا نشوف, يعني خليني اجي للconfiguration هنا واشيل كلمة tunnel واخليها ايه transport. على راوتر 1 وراوتر 47 وتعالى نكونفيجر الموضوع. ما ننساش ان التانل مود هنا ايه IPsec IPv4. ولاحظ هنا ان انا كتبت التانل ايه هنا المود transport. نروح ل 47
هنلاقي الاو اس بي اف اشتغل والدنيا زي الفل. ولو حبينا نبينج المفروض هنبينج بس نعمل ريديستريبيوت للاو اس بي اللي يجر جوه الاو اس بي اف على راوتر 47 راوتر او اس بي اف 1 ريديستريبيوت اي اي جي ار بي 10. تقدر دلوقتي تبينج او تبينج بس خليني بعد ما بينج اوريك حاجة معينة. يربلاين لو جيت بصيت على راوتر 1 او 47 اي واحد فيهم شو كريبتو ايساكام سوري اي بي سيك اس اي. بص هنا دي شايف في التانل مود حولها لايه؟ لتانل مش موجوده ترانسبورت. واصله معايا انت معايا ولا تهت ولا رحت في حته؟ لا لانه هو زي ما انت قلت يعني هو يعني حتى لو انت حطيت لنا ترانسبورت بس هو بيحولها لتانل. طيب هقول لك على حاجه ايه رايك تعال نحول المول IPsec GRE ساعات رح ياخد هي الترانسبورت. تعال بس نشوف الاول لو تيلو شو انترفيس تانل زيرو هنا تانل انكابسوليشن think شو IP interface tunnel 0 encapsulation tunnel loopback not set yes here بص كده IPsec IP مش GRE tunnel protocol. تعالى نغيرها ل GRE عادي interface do show run interface tunnel 0 عند راوتر 1 وراوتر 47 هنشيل الكوماند ده طبعا التانل هيقع نشيل ده كمان من هنا المفروض الدنيا تقوم تاني. هتلاقي الدنيا رجعت طيب دوشو اي بي دوشو كريبتو اي بي سك سي بص كده تغير لايه؟ لترانسبورت تغير الاولانيه مع انك كاتبها ترانسبورت بس هو قلبها لايه؟ للتنقل ليه؟ عشان الجمله اللي احنا ذكرناها في الاول
ان البيلود بيخش دايركت على الاي اس بي بدون ما بيتحط له الاي بي هيدر بتاع التنر. فانت لازم تحط المود تنل عشان يدخل لي الاي بي هيدر عشان يضمن عمليه الريتشبيلتي الان تو ان. طب الاستاذ هاي مثلا شو الفائده منها؟ طيب يعني شو هاي نحن ايمت بنستخدمها؟ يعني وين يعني في اي حته انه نستخدمها دي حته الفي تي واي الفي تي اي؟ لو انت هتخلي المود بتاع التانل مش جي ار اي مش حلو مش جي ار يعني انت مود التانل بتاعك اي بي سيك اي بي بس صح، مفيش اي هيدر جي ار اي بيتضاف على البيلو. والجي ار اي ده داتا زياده بتخش جوه البيلو، بتخش جوه الداتا اللي طالع. فهمت عليك. انت فاهم كده الديبلويمنت من جي ار اي لاي بي سيك اي بي من غير جي ار اي اصلا. صح، ده الهيستوري بتاع البي بي ان سواء بالجي ار اي اوفر اي بي سيك بالاي بي سيك اوفر جي ار اي فايس فيرسا. اتمنى يكون الامر واضح في المناقشه بتاعتنا للموضوع. واضح تماما.